لي صارت مهنة سهلة يا سيد عبد ربه، هي حظ وبخ الدنيانة. سيد محمد أي حظ وبخ الدنيانة. هاي سيد محمد عبد ربه يقولون مو الأغنية ما الغني الفرح بس من داخل عزم، أنتم ما زالت عيونكم على رئاسة مجلس النواب وتقولون هذا من استحقاقاتكم كما يعبر عنكم. تعتقد هذه الأمنية ممكن أن تعقد الخلاف أو تعمق من الخلاف داخل البيت السني، وكأنكم تريدون أن تقولون بأننا سنكبر كأعداد ولو أنتم كبار إن شاء الله، بأن آخرين سينضمون إليكم وبالتالي تردون الزحفون على هذا الموقع. صدق هذا الحكي؟ يعني حتى أكون دقيق وواضح بهذا الوصف، هذا الكلام ما موجود لغاية هذه اللحظة في الكواليس. نحن نتعامل أنه هناك رئاسة برلمان، لا لا حتى في الكواليس، أنا صادق أستاذ نجم معك أكيد حتى في الكواليس. الآن إحنا نريد نعبر مرحلة، تدري وضع الوضع السياسي، الوضع البلد، يعني ما نريد ندخل في خلافات، لكن تتحدثني عن المستقبل ما نعرف إيش راح يصير بالمستقبل، أما أتحدث لك الآن وأكو طموح وأكو نوايا لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي شيء من هذا القبيل. كل اللي موجود أنه شلون نقدر نشكل الحكومة وشلون نقدر نمضي. الآن عندنا مشكلة كبرى يعني بصراحة، يعني مشكلة رئيس جمهورية، مشكلة رئيس وزراء، مشكلة تشكيل الحكومة، كل هذه هي أهم من موقع أصلا يعني مشى ماشي، ليش نرجع نخرب الأمور بالوقت الحاضر؟ تمام. وعليه الآن لا يوجد مثل هكذا تفكير، لكن تقول لي ماكو أحد عنده طموح، نص السياسيين اللي يصيروا رئيس وزراء يطمحون، نص اللي يصير رؤساء جمهورية، فالطموح موجود لكن تقول لي أكو حركات سهلة يا سيد عبد ربه، لأن صارت مهنة سهلة. بالضبط بالضبط بالضبط. تمام. وكثر طموح الناس. إيه ماكو بيها أي محددات. أي يعني ما بيها محددات أنه أنا أشوف اليوم هذا المكان ما يليق بي، ما أقدر. مو ضمن المواصفات اللي تنطبق عليه، ولذلك أقعد. لكن عندما نشوف الناس يقول لك يابا هو ياهو اللي يجي دا يصير وزير، ياهو اللي يجي دا يصير فلانشي، ياهو اللي يجي دا يصير عضو برلمان، ياهو اللي يجي يصير رئيس وزير. يعني ما ظلت لها فعلا، ما بيها محددات.